يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة. عاملين ايه يا زغليل؟ بصوا بقى، النهاردة فيديو حلو هيعجبكم، بصوا تعملوا لايك. اول حاجة اللايك اللي هفضل كنت طول الفيديو اروح احطوا لايك، ومبتنسوش تعملوا الاشتراك عشان يكمل 100,000 مشترك. النهاردة بقى ايه، فيديو هيعجبكم. بس في حاجة امبارح حصلت، حسيت ان يعني تحسوا ان الايام هتقوم في ثانية. ايه اللي حصل امبارح ده؟ ايه يعني تحسوا ان في حاجة غريبة، الجو حر على برد على مطرة. لو تفتكروا الفيديو اللي قبل اللي فات ده، اللي هو الفيديو اللي فات الاخراني ده اللي كنت بنضف فيه انا ومرايل، قلت لكم في حاجه غريبه ان في مطره والجو شويه برد وشويه حر، تحسوا ان في حاجه غريبه كده هتحصل. وبعديها تاني يوم نلاقي في عاصفه توقع الحاجه وتبهدل الحاجه، والحوادث اللي حصلت على كوبري 6 اكتوبر اللي هي الفضات اللي هي وقعت، تحسوا ان في غضب كده، حاجه مش مظبوطه. فعايزه اقول لكم كان يوم رعب جدا، واولادي خافوا، كانوا من منظر الشبابيك عماله ترزع وانا بدور عالي. ربنا يرحمنا ورحمته. بصوا بقى، النهارده هعمل بقى رز بشعريه، وهعمل فراخ. بس بقى ايه، هعمل فراخ مشويه في الفرن بالبطاطس. الناس كلها بتعمل البطاطس بالفراخ بقى بطريقه اللي هي بتاعت زمان اللي هي ني في ني دي وكده. لا، انا مش هعملها بالطريقه دي، هعملها بقى بطريقتي انا اللي انا بحبها. تمام. بصوا بقى، ومطلعه الحاجه بتاعتي الصلصه والكمه والسمنه. تعملي يا مورايل؟ مورايل بيفتش طبعا، بتطلع باقي الحاجه. فالواحد بيبقى يعني بيبقى نايم، بكره انا مش عارفه انا هروح اجيب ايه، وهاجي هجيب ايه، وهعمل ايه. الدنيا تمام، وتحسوا ان احنا ضامنين الدنيا قوي وحطيناها في جيبنا، ان الدنيا بتاعتنا. بس الدنيا في ثانيه بتتقلب، يا لهوي ده يوم ما يتوصفش. انا كنت غسله الفراخ دي بملح وليمون وبالدقيق ونقعاها ونخليها زي الفل. خلاص بنزل منهم الميه. بصوا خليها زي الفل اهي. طب بس يا مهر دي بقى البطاطس بتاعتي خلاص، اعملي اللي انت عايزاه. انا بقى ما كانش عندي يعني قطه وكده غير الثلاثه الصغيرين دول. تمام، هنحط بقى ايه، اربع قطيات. ما تاخديش بقى التريقه على طول الفيديو. قطه وطماطميات ومش عارفه ايه، حطيت قطه، حطيت فلفل. تمام، وهحط بقى ايه، قد اربع خمس بصلات كده على حسب البصل اللي انت بتحبه. لو بتحبي بصل كتير كتري، قطه وفلفل وبصل وليمون كده، شرايح ليمون لو عندك. انا كان عندي ليمونايه وخلصت. بس يا مهره، وقرن فلفل كده حراق كله شغال. واحط بقى معلقه كده ايه، معلقه ثوم كده. بصوا حرام عليك يا مريم، وهحط معلقه ثوم كده حلوه كده. انا على فكره انا زعلانه منك. اقعدي بقى لميهم، يا لو احط معلقه صلصه. وحط طبعا فلفل اسود، ده لازم نحطه في كل الاكل عادي. وهحط بابريكا، وهحط برضو مرقه دجاج. ده يا جماعه الملح، لان احيانا كتير قوي بفضل اتكلم وبنسى الملح. وده كمون. انا من الناس اللي مهتمش احط البهارات في الحاجات بتاعتها، عادي في الكيس شغال قشطه، ده اهالينا زمان يعني. واحط بقى شويه بهارات فراخ، واحط ايه تاني، واحط بقى ايه شويه قرفه، وعندي بقى احط مرقه الدجاج. احنا مخاصمين يا مورا النهارده عشان نتكلم تاني مع بعض. لا انتي وقعتيهم. مرقه الدجاج هحط واحده، واحط ايه تاني،
هجيب القرفه احطها بس هلم المسامير اللي مراقيه وقعتها ديت. رحت بقى لميت المسامير لان يعني حاجات صغيره كده عامله زي المسامير، خفت البت تبلعها. بصوا بقى بعد ما حطيت القرفه حطيت بقى كوبايه ميه. ليه؟ لان الخلاط الغلبان بتاعي ده لو ما حطيتش ميه مش هيلف، لان معظم الوقت بيبوظ مني. مضربه ضربه محترمه كده واوريكم في الاخر شكلها عامل ازاي. بصوا بقى خلصت خلاص ضربتها تمام. تعالوا بقى اوريكم هي عامله زي ايه. عارفين اللي هي الخلطه اللي هي بتاعه الشوي بتاعه الفراخ، هي عامله زي كده. بس احنا بقى قلنا ايه، نشوي الفراخ مع البطاطس بتبقى طعمها حلو جدا. احنا متخاصمين بالشورت اللي انت لابساه ده بالرجلين اللي عامله زي الجمل اللي بيجري في الحبشه. بصوا بقى ايه، بشرخها كده عشان خاطر طبعا الخليط بتبقى جواها، نغزغزها كده. هي اصلا السكينة دي اصلا مش حامية تمام. تعالوا بقى نقرب الكاميرا شوية كده عشان نوريكم. بصوا بقى ايه الخلطة وجمالها تقيلة ازاي. تعالي هنا احنا بقى هنا انا مقطعة البطاطس، مقطعة البطاطس دي بقى ايه تخينة عشان تستحمل ما تتهريش معايا عشان الفراخ بتاخد وقت شوية تمام. واعمل شوية رز طبعا بشعرية وايه وادلعهم. الاول كده هولع البوتاجاز قبل ما اولع الفرن، اخليهم كده ايه يغلوا شويه واروح نازله بالبطاطس، اسيبهم بقى يتشووا مع بعض. ماشي يا مرايين، مش عارفه احنا انا زعلانه منك قوي يا مرايين. انت عارفه انت عملتي ايه وانا مش هفضحك قدامهم. طبعا على طول هنا بقفل الغاز لان انا عندي مرايات بتروح تلعب في البوتاجاز، وبصراحه بخاف ان هي تسيبه وتمشي وكده. يعني انتوا عارفين ان احنا هيحصل لنا ايه لو سابت الغاز. وهعمل ايه بقى، هعمل هخليها تغلي شويه على البوتاجاز، وهعمل الرز واظبط الدنيا كده واغسل المواعين اللي حواليها عشان ما ايه الدنيا ما تبقاش متدربكه. وهوريكم كده لما تاخد غلوه تبقى شكلها عامل ازاي. جبتوا؟ بصوا بقى يا جماعه هي بتاخد الغلوه اهي، وانا بقى هولع على الحله حاطه فيها سمنه وحاطه فيها زيت عشان اعمل الرز تمام. بصوا بقى هي ابتدت اهي تتعمل كده، بديها زي تقليبه. لازم بقى اقرب الكاميرا اوريكم بقى شكل الاكل بقى وهو جميل. بصوا بقى طب هذه القماشه عشان امسك بيها عشان هتلسع. بصوا بقى هقلبها كده. طلع البطاطس عادي، الزيت هنا والسمنه بقى اتعملوا اهم. احط بقى ايه الشعريه، احنا بنحب الشعريه هنا في حته الرز. مهره بقى اللي قاعده عماله ايه تدق كده. بصوا بقى حطيت البطاطس اهي، ياخدوا كده ايه غلوه على البوتاجاز، وزودت لهم شويه ميه تمام. والشعريه هي قربت تتعمل. هو
بص عملت اهي البطاطس وعملت الفراخ، هي طالعه بص مش محروقه هي، بس انا كنت محمرها من غير شوايه من غير اي حاجه، طعمها جميل جدا. بصوا، وعملت الرز اهو وطلع جميل. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك والاشتراك. باي باي.